السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامجكم الدائم برنامج ملاعب بلدنا. طبعا الدوري الممتاز به ودوري المحترفين يشتعل في أسابيعه الأولى، والقسم الثالث بعد جولاته الثلاث أو جولاته الأربع جولات برضو ما زالت الرؤية غامضة، ولكن بانتهاء الدور الأول إن شاء الله ستتضح الرؤية من هو صاحب بطاقة الصعود للدوري الممتاز به إن شاء الله. طبعا معنا مراسلنا الكرام إن شاء الله بإذن الله هيغطوا لنا تقارير ونتائج وأخبار وأحداث أندية القسمين الثاني والثالث. طبعا في البداية برحب بضيوفي الكرام في هذه الفقرة، الكابتن خليفة إسماعيل المشرف العام بنادي السلوم اف سي احد انديه القسم الثالث بمجموعه بحري. اهلا وسهلا كابتن خليفه، اخبارك؟ نورنا كابتن. الله نورك يا كابتن، ربنا يبارك فيك. ومعانا طبعا الكابتن سيد عبدين المشرف العام ايضا على اكاديميات نادي السلوم بمحافظتي القاهره والجيزه. اهلا وسهلا كابتن. اهلا بك يا كابتن، اخبارك يا كابتن؟ سعيد جدا. ومعايا الكابتن عبد الكريم السيد مسؤول ومدير التعاقدات بنادي السلوم اف سي احد انديه القسم الثالث. اهلا وسهلا بك كابتن احمد حبيبي. اهلا وسهلا. ومعايا الكابتن الجميل الكابتن عادل رمضان، احد كابتن عادل رمضان عادل عمران عادل عمران طبعا من المدربين الاكفاء الموجودين داخل منظومه نادي السلوم اف سي. اهلا وسهلا بك. ومعايا النجمين الصغيرين البرعمين الجيدين البرعم حمزه عاطف وعامر حسن مواليد 2004، لنتنبأ لهم بمستقبل طيب وباهر ان شاء الله في الايام القادمه باذن الله. اخبارك يا حمزه؟ كويس. عامل ايه؟ ارفع المايك كده يلا وكده سمعني صوتك. عامل ايه؟ تمام. اسمك كويس؟ الحمد لله. الحمد لله. جدع حبيبي. وطبعا اللاعب الجميل اللاعب عامر حسن، اخبارك يا عامر؟ الحمد لله كويس. كله تمام؟ تمام الحمد لله. في البدايه طبعا كابتن خليفه طبعا بكرر تشريفي ليك، طبعا منظومه نادي السلوم احد انديه القسم الثالث بمجموعه بحري، طبعا عايزين نتكلم فيه عجاله عن الفريق الاول بالاخص، لان طبعا هو عنوان اي فريق او اي نادي هو الفريق الاول. وطبعا تقول لنا برضو نتيجه المباراه الماضيه الاسبوع الماضي. اتفضل. والله الحمد لله الفريق السلوم الفريق الاول، النتائج يعني تبشر بالخير ان شاء الله ان شاء الله بإذن. والمباراه اللي فاتت طبعا احنا فزنا 2-0 على شباب الضبعه، نادي شباب الضبعه نادي شباب الضبعه، والكابتن احمد ممدوح توتا كل الثقه فيه وكل الدعم ليه واحنا واثقين فيه، واللعيبه ان شاء الله اللي معانا يعني قادر على الصعود ان شاء الله ان شاء الله، واحنا ندعمهم بكل قوه ان شاء الله. يعني سنه الصعود باذن الله. باذن الله سنه الصعود ان شاء الله. طبعا انتوا مباراه قادمه سخنه، مباراه مصر السلوم الشقيقين ان شاء الله. ان شاء الله نفوز باذن الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن سيد برضو يعني وجهه نظرك في اهداف الاكاديميه الخاصه بنادي السلوم، وطبعا الشق التربوي اللي هو المهم جدا لتكوين البراعم، برضه عايزين نتكلموا في عجاله عن هذا الشق. والله احنا الاكاديميه قائمه على تنشئه والتربيه والتسويق للاعبين، في نفس الوقت تجهيز اللاعبين يعني يبقوا قاعده لنادي السلوم، بحيث يعني يبقى الاكاديميه بتفرغ في النادي. تمام. يعني زي تفريغ للنادي، وبنبدا دايما بنركز على البراعم الصغيرين من 2014 و15 و16، وعندنا الحمد لله لعيبه متميزه في الموضوع ده، عندنا كباتن برضه متميزين كوادر كويسه، يعني عندنا الكابتن عاطف عشري المدير الفني للاكاديميه، تمام، الكابتن عادل عمران، الكابتن ايهاب سيد، الكابتن عادل عمران كان لاعب سابق في نصر التعدين وكيمو اسوان، الكابتن ايهاب سيد كان لاعب سابق في اتحاد الشرطه، مجهزين برضه هم اكاديميا، يعني احنا بنجهز الكابتن عادل والكابتن ايهاب برضه وبيجهزوا اكاديميا، بياخدوا دورات وشغالين على نفسهم. تمام، دي حاجه كويسه جدا في تطوير الاكاديميه، بحيث ان احنا ما نبقاش يعني نقف عند حاجه معينه او درجه معينه، احنا بنحاول نتحرك ستيب باي ستيب كده خطوه بخطوه. تمام. وطبعا ده دعم كامل برضه من الكابتن خليفه، ان احنا شغالين بخطه كده يعني مستقبليه، وفي مفاجات هتبقى الموسم الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. بحيث ان احنا يعني هنحاول نبتدي نبحث عن اللعيبه، يعني احنا ندور على لعيبه ونبرز المواهب، يعني زي شغل الكشافين بتوع زمان كده زي ما بيقولوا. وان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله للجميع. شغلانه مهمه جدا جدا، ولكن انقرض، ولكن يا ريت نحييها. احنا بنحاول نحييها برضه. مميزه جدا
اكتشاف اللاعب ده او الكشاف كان له صولاته وجولاته طبعاً. وكان بيبرز لاعبين جيدين بالفعل. طبعا طبعا ربنا يوفقك كابتن سيد. كابتن عبد الكريم يعني مسؤول التعاقدات، اهم الصفقات بقى للفريق الاول وأميز اللاعبين في نادي السلوم. احنا عندنا لعيبه بسم الله ما شاء الله عليه امثال. طيب عايزين يعني سمكه ما شاء الله عليه نجم الفريق والله، وكابوريا ما شاء الله عليه، ومعنا بسة حارس مرمى بسم الله ما شاء الله عليه. كابوريا وبسة وسمكة لازم اسم الشهرة تمام، انا عارف انهم اسماء الشهرة طبعا. ان شاء الله في اماكن يعني محتاجين دعمها باذن الله، في يناير هيكون في صفقات قويه باذن الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. كابتن عادل عمران طبعا بما انك لاعب سابق بنادي النصر للتعدين ولاعب كيما اسوان وابن الصعيد طبعا، المدرب الموهوب اللي لعب واللي درس طبعا بيفرغ طاقاته طبعا وخبراته على اللاعبين البراعم اللي هم النواه الحقيقيين للانديه، ايه رايك بقى في الجو الشغل والتدريبي بتاع البراعم؟ والله واحنا ماشيين بخطه معينه طبعا. بشكر طبعا كابتن خليفه مدعمنا بالنسبه للملاعب بالنسبه لادوات الكلام ده تمام، وكابتن سيد طبعا وكابتن عاطف عشري. فان شاء الله باذن الله ان احنا في خطه ماشيين عليها، هدف ان هو احنا نجيب اللاعب مثلا نشوف ايه اللي ناقصه ونكمله له، نوصل اللاعب للحته اللي هو عاوزها، يعني شغل احترافي ماشيين على الطريقه البرازيليه، فشغالين في الموضوع ده وان شاء الله باذن الله في حاجات كتير يعني هنقدمها. عندنا لعيبه كتير مميزه، عندنا لعيب كان بيلعب معانا في الاكاديميه دلوقتي حاليا بيلعب في كابتن مصر مع كابتن احمد الكاس تمام. عندنا لعيبه انتقلت لجنوب سيناء، عندنا لعيبه برضو انتقلت لتلفونات بني سويف. طب كويس. عندنا لعيبه مميزه كتير تمام. البرام الجيد طبعا حمزه عاطف، قول لي حمزه كده مركزك ايه في الملعب؟ 8 لعيب مهاري بقى انت ماشي. انا سمعت كده ان انت اهلاوي ولا زملكاوي الاول؟ اهلاوي. طب انت لابس الاحمر هيبقى ايه؟ طيب بتحب مين في الاهلي؟ طيب ارفع المايك كده عند بقى. امام. ها امام، امام عاشور بس كان زملكاوي ولا ايه؟ طيب قول لي بقى انت لعبك زي مين في النادي كده النادي الاهلي؟ تقول لي قفشه. شوف لحد غير قفشه. برستاو. طيب يا مساء الحال، يا رب انك لاعب جميل كده زيه ان شاء الله باذن الله. عامر قول لي عامر انت مواليد كام عام؟ مواليد 2014. طيب مركزك ايه في الملعب؟ مركز 6. 6 بسم الله ما شاء الله، عايزين ديفندر جامد كده. قول لي كده يا عامر انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. اهلاوي؟ ايه الحكايه؟ كلكم اهلاويين ولا ايه؟ ماشي. برضه المدير الفني بتاعهم زملكاوي. بالعكس البتاع متربي فيهم حته الزملكاويه دي يا كوتش. ما قول لي بتحب اللعب مين بقى في النادي الاهلي؟ بحب حسين الشحات. طب انت لاعب بتحب اللعب بمين كده وبتحب تميل تلعب شبهه مين؟ بحب امام عاشور. امام عاشور برضه؟ ماشي، ابننا برضه مش غريب. كابتن خليفه يعني بنتكلم في سياق نادي السلوم والطفره الجيده تاني سنه على التوالي في القسم الثالث، ولكن السنه دي تختلف عن الصعود بالنسبه للقسم الثاني ان شاء الله. في تعاقدات في الفتره القادمه باذن الله في يناير؟ في تعاقدات، في واحد ان شاء الله معنا من تنزانيا، وفي واحد من نيجيريا، وفي واحد من السودان، يعني ان شاء الله هنعرضهم على الكابتن بحيث يختار واحد. لان طبعا القسم الثالث يختار واحد منهم ان شاء الله، لان القسم الثالث طبعا بيثيال بياخد واحد 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 صح. فهم ان شاء الله جاهزين معانا ان شاء الله، يعني ان شاء الله باذن الله فهنعرضهم على المدرب الفني ويختار منهم الافضل ان شاء الله. ان شاء الله استعداداتكم بقى للمباراه القاتله والمباراه الهامه بتاعت يوم السبت دي ان شاء الله. نعم. اللي هتكون في ملعب المدينه الجامعيه بسموحه في اسكندريه. ان شاء الله احنا مستعدين ان شاء الله، وان شاء الله الفوز لينا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طيب اعلنتوا عن مكافآت اللعيبه ولا لسه؟ لا لازم ليهم مكافآت. الماتش ده بالذات. لعيبه محترمه ولعيبه ان شاء الله بتقاتل. ربنا يوفقهم. ويستاهلوا كل خير يعني، واللعيبه ديت يعني تستاهل تكون في مكان افضل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله لو في اماكن كبيره باذن الله. كابتن سيد بالنسبه للكوادر الفنيه وبالاخص المدربين طبعا، انت قلت لي حاصلين على دورات مارسوا لعبه كره القدم، الهدف الاسمى للاكاديميه هل هو الهدف التربوي ولا التربوي والتنشئه والتسويق؟ يعني هو هم تاكيد يعني انت يعني خلطهم في كذا امر، ولكن متساويين الاساسي التنشئه. التنشئه تنشئه اللعيب. تنشئه اللعيب عشان يبقى اللعيب ملتزم جوه الملعب وبره الملعب. طب هنطلع على الاينا بقى ومعانا زميلنا الجميل الكابتن عمرو الصاوي مراسل البرنامج قدام عن محافظات جنوب الصعيد. اهلا وسهلا كابتن عمرو.
تحياتي ليك استاذ احمد فواز، وتحياتي لكل القائمين على قناه الصحه والجمال. تحياتي عمرو الصاوي معاك هنا من محافظه الاقصر. احب اطمن حضرتك بان الفريق الاول لكره القدم بنادي الاقصر الرياضي بيواصل استعداده لمباراه فوسا القادمه باذن الله يوم الجمعه اللي جايه الساعه 2:30 ظهرا على ملعب نادي قوس بقياده فنيه للكابتن محمد عويس والمشرف العام كابتن هاني السيد، ووسط يعني حاله من الترقب لجماهير الاقصر ان شاء الله بتنتظر المباراه القادمه ان شاء الله بعوده بالثلاث نقاط من مدينه قوس. في الوقت اللي بيواصل فيه نادي قوس الرياضي استعداده بقياده كابتن بكر محمد المدير الفني، اللي ترددت الانباء انه قد يكون متواجدا وقد تكون في حاله الخساره قد يكون خارج مدينه قوس القادمه. في المقابل ايضا نادي شبان قنا بقياده الكابتن يحيى الخلاوي يواصل تدريباته ايضا استعدادا للمباراه القادمه ايضا، ذلك عقب الخساره في المباراه الماضيه. دي بالنسبه للممتاز به. اما بالنسبه لدوري الدرجه الثالثه، نادي المدينه المنوره بيواصل استعداده بعقب الفوز بثلاثه اهداف على سكر قوس في مباراه القادمه امام شبان اثنا في ملعب شبان اثنا ايضا. ونادي قنا بقياده الكابتن محمود ابراهيم سيتواجد على ملعبه وسط جماهيره مع نادي التحرير ايضا بجهاز فني بقياده الكابتن بهاء ان شاء الله. دي بالنسبه لدوري الدرجه الثالثه. ايضا نادي السلام الكابتن عمران البدري تقدم باستقالته ويقود المباراه القادمه المدرب المساعد بعد استقاله الجهاز الفني. استقال الكابتن عمران البدري المدير الفني واستقاله المدرب العام، يتواجد المدرب المساعد لقياده الفريق خلال المباراه القادمه ان شاء الله. من المتصدر يا كابتن عمرو؟ المتصدر في القسم الثالث. متصدر القسم الثالث فريق نادي قنا الرياضي برصيد 9 نقاط، ويعني الهابط من دوري الدرجه الثانيه الممتاز به نادي المدينه المنوره في المركز السادس الان برصيد 4 نقاط، ويتزايل الجدول نادي ابو الريش برصيد نقطتين نقطه واحده. هل لديك من اخبار جديده اخرى كابتن عمرو؟ شكرا جزيلا استاذ احمد، وتحياتي ليك وتحياتي لكل القائمين على قناه الصحه والجمال برنامج ملاعب بلدنا. شكرا جزيلا كابتن عمرو الصاوي، طبعا مراسلنا الدائم والمميز والمتميز عن محافظات الصعيد. طبعا كابتن خليفه بنتكلموا عن النادي السلوم والطفره الجميله يعني اللي حققها كقطاع ناشئين قوي، قطاع براعم قوي، برضو اكاديميات بقياده الكابتن سيد عبدين في محافظتي القاهره والجيزه، وافراز بعض اللاعبين الجيدين لتلك الانديه وبالاخص انديه الدوري الممتاز الف او ممتاز به. هل في توسعات في الفتره القادمه على المستوى ان شاء الله المحافظات بالنسبه لاكاديميه نادي السلوم؟ احنا باذن الله احنا يعني ناويين يعني نتوسع في كل المحافظات، وان شاء الله هيكون لنا يعني اكتر من اكاديميه في اسوان وجينا ولوكسور وكل المحافظات اللي يحب يتعاون معانا هنتعاون معاه باذن الله. يعني احنا يعني الهدف عايزين يعني نفرز لعيبه جيده وتكون اللعيبه دي يعني خدت حقها في يعني في نختبرها ونشوف المهارات بتاعتها ونكون فريق جيد نبدا بيه من تحت، يعني يكون الفريق معانا 4 سنين 5 سنين حتى مثلا لما يطلع مثلا الدرجه الاولى يكون فريق قوي كل سنه ندعم الفريق بلعيبه مميزين. تمام. كابتن سيد برضو وجهه نظرك بالنسبه للاكاديميات بما انك مشرف عام على قطاع الاكاديميات بنادي السلوم، برضو النظريه الخاصه بتوسعه القاعده. نفس النظريه بتاعت الكابتن خليفه، احنا شغالين بخطه معينه برضو توسيع القاعده في المحافظات بانشاء اكاديميات هناك بحيث ان يبقى كل المحافظه هتطلع برضو اللعيبه بتاعتها ونقدر احنا نشتغل عليهم سواء تدعيم لنادي السلوم او تسويق خارجي. وفي بالفعل طبعا تم بعض التسويقات زي ما قلت لحضرتك كده، اللعيبه انتقلوا لنادي جنوب سيناء وفي لعيبه انتقلوا لتوفيق بني سويف وفي لعيبه عندنا في كابتن ومصر وفي لعيبه دلوقتي بتعدي ان شاء الله، يعني في مفاجاه كده احتمال الاهلي يا مساء الحال يا رب، احنا يعني ان شاء الله حاجه كده في انتظارها ان شاء الله براس ان شاء الله ربنا يوفق. طبعا ده بفضل برضه المجهودات المدربين اللي معانا، واحنا عندنا لعيبه كتير، يعني عندنا لعيبه، يعني عندي لعيب مثلا 2008 اسمه محمد عبده شايل بمقه، لعيب مهاري جدا وكابتن خليفه حتى اثنى عليه واداله مكافاه في النهائي بتاع الدوري. كان بقى مقة 2008 مقة. طب مقة. كويس يا مثلا واداله مكافاه خاصه من جيبه الشخصي ان احنا كنا بنعمل بنلعب دوره في النهائي دوره الصداقه الاسوانيه وكسبنا الحمد لله الدوره بالفرقه دي،
وعندنا برضه لعيبه على مستوى كويس في حراسه المرمى، عندي مثلا صلاح عبد الغني في حراسه المرمى، عندي مصطفى في حراسه المرمى، عندي انس في حراسه المرمى، عندي ادهم 2012 برضه هيبقى حارس مرمى هايل يعني، ده ان شاء الله يعني بنجهزه من دلوقتي. عندنا طبعا كابتن عادل بقى يكمل، في مين تاني كتير، في لعيبه كتير كده. كابتن عادل مين بقى انت شايفه؟ والله عندنا لعيبه كويسه، عندنا اثنين مساكين، في لعيب اسمه تيمور ولعيب اسمه المغربي، عندنا برضه لعيب مواليد 2009 اسمه محمد سيد، وعندنا طبعا لعيب كويس قوي اسمه ادهم، وعندنا لعيب طبعا اسمه محمد والشوره بتاعته كرومبو، في لعيبه كتير مميزين عندنا. في عندي 2014 طبعا حمزه وعامر، في عندي برضو لعيبه 2011 عندي معاذ، عندي طبعا لعيب اسمه الاسواني برضو، في لعيبه كتير كويسه جدا. لا الاسواني لعيب مميز جدا يعني، مواليد 2004 تقريبا. 2004 الاسواني ده يعني كويس، واد جناح بسم الله ما شاء الله كويس جدا. بالظبط لعيب كبير قوي، وان شاء الله باذن الله قريب ان شاء الله باذن الله يكون في حته كبيره في الممتاز ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن عبد الكريم برضو يعني اللعيبه ديت عينكم عليها بالنسبه للعيبه الصغار السن دي؟ لا لعيبه على اعلى مستوى ما شاء الله يعني، احنا انا وكابتن خليفه رحنا شفنا مباراه كان نهائي اكاديميات كده، حاجه مشرفه جدا والله، تتفرج على اللاعبين اللي هم تحس يعني سن صغير وجسم صغير لكن العقل كبير ما شاء الله عليه، بيلعبوا بتكتيك باص تحرك، تلاقي اللاعب انفراد بالجون ما يشوطش على الجون لا باص لزميله، يعني حاجه ما شاء الله عليهم. تمام، فكر مدربين عالي برضو ما شاء الله. ان شاء الله معنا شاء الله. المراسل الجميل والمراسل الدائم المميز والمتميز الكابتن وليد ابو العنين عن محافظتي القاهره والقليوبيه. اهلا وسهلا كابتن وليد. يا كابتن احمد في البدايه برحب بيك وبضيفك الكرام وبحييكم على الطفره الهائله لنادي السلوم طبعا في مجموعه بحري بالنسبه للفريق الاول وقطاع البرام والناشئين ايضا. حبيبي كابتن وليد، كابتن وليد ما هو الجديد لديك من احداث ونتائج؟ لدينا في مجموعه القاهره في دوري محترفين يا كابتن على يعني على اشده زي ما بيقول، مكادي بيتغلب على ابوير الاسمده 2-1، ووي بالمسمى الجديد اللي هو المصريه للاتصالات يتغلب على اسوان بهدف دون رد، حرس الحدود يتغلب على بترول اسيوط بثلاث اهداف مقابل هدف، التعادل السلبي بين جمهوريه شبين ولبيننا، ديكيرنس يتغلب على مصر المقاصه بثلاث اهداف مقابل هدف، النظر التعدين ينهزم من السكه الحديد 3-2، الجونه ورايا التعادل 1-1، بتروجيت اليوم يتغلب على القناه 2-1، وبروكسي وادي دجله وادي دجله يهزم بروكسي في ملعبه، وغزل المحله يتغلب على القناه بهدف دون رد. المتصدر يا كابتن وليد؟ متصدر سريعا كده بتروجيت لفيينا غزل المحله برصيد، بتروجيت 15 14 نقطة، لفيينا 14 نقطة، غزل المحلة ويقبع في المؤخرة مصر المقص. بالنسبة لدوري الدرجة الثالثة يا كابتن برضو مجموعة القاهرة، اتفضل. كانت نتائجه بعد الجولة الخامسة بنها وإسكو التعادل السلبي، المرج والبلاستيك نتيجة كبيرة 5 أهداف لكل فريق نتيجة التعادل الإيجابي يا كابتن. بطل يتعادل مع اليوب بدون أهداف، بهتيم يتغلب على اليوبليس بهدفين مقابل لا شيء، طوخ يتغلب على الماظة 4 أهداف دون رد، الطيران يحول تأخره على مركز شباب الصعود يهزم أبو الصعود 2-1، ودي النتيجة اللي أقالت كابتن علي سليمان أو قدم اعتذار رسمي، وأخيرا المطرية التعادل السلبي مع فريق القناطر، وجدول ترتيب المسابقة سريعا يا كابتن كده، البلاستيك ما زال متصدرا ب 13 نقطة بعد 5 جولات، الطيران في المركز الثاني 10 نقاط، بنها بهتيم اليوب 9 نقاط لكل منهما حتى المركز الخامس، المركز السادس شباب توخ المركز السادس شباب توخ بالثمان نقاط، واخر ثلاث فرق يا كابتن سريعا، مركز شباب الصعود 3 نقاط، شباب بطا 3 نقاط، اسكو ما زال في المؤخره بنقطتين يا كابتن، 4 استقالات في هذا الاسبوع لجدول دوري الدرجه الثالثه. شكرا جزيلا كابتن وليد ابو العنين مراسلنا الدائم من عن محافظتي القاهره والقليوبيه. طبعا قبل ما اختم بقى حابين توجه شكر خاص لمين يا كابتن خليفه؟ نقدم الشكر للكابتن احمد والكابتن سيد والكابتن عادل والكابتن عبد الكريم والبراعم الحلوين دول. طب حابب توجه شكر لمين يا كابتن؟ طبعا نوجه شكر لحضرتك والمنبرك الاعلامي اللي من خلاله يعني بتظهر، هو مش يعني مش ملاعب بلدنا، هي ملاعب ليه كل البلد زي ما بيقولوا، او كل المهمشين والابراز ليهم وابراز كل الـ 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 الانشطه من خلال كره القدم، وخصوصا ان حضرتك في مراسلين بسم الله ما شاء الله، يعني انا التقرير بتاع السعيد بسم الله ما شاء الله تقرير جميل جدا، و
انا يعني ما اعرفوش شخصيا بس هو لا لا كابتن يعني عمرو طبعا ما شاء الله الم بالموضوع جامد جدا ودي ده مجهود برضه مبذول ويحسب للبرنامج. الله يخليك كابتن سيد واداره الاعداد طبعا حبيبي كابتن سيد. كابتن عبد الكريم بقى حابب توجه شكر لمين يا كابتن؟ بشكرك يا كابتن على استضافتنا كده والتجمع الكويس ده ان شاء الله، وبشكر كابتن خليفه اللي يعتبر هو اللي مربيني حبيبي، وبشكر كل لعيبه فريق السلوم الاول، وناسف يعني لو نسيت اي لاعب منهم بس كلهم حبيب. بسم الله ما شاء الله عليهم حبيبي يا كابتن. وبشكر يعني في ثناء خاصه صديقي محمد الناجح، بقول له الف مبروك للمولود الجديد وربنا يجعلها وش خير عليه واحنا بنهنئه برضه ان شاء الله. معانا الكابتن ولي الكابتن تامر عبد النبي طبعا المدير الفني لنادي ابو السعود الجديد. اهلا وسهلا كابتن تامر. ازيك يا كابتن احمد حضرتك اخبارك ايه؟ كل سنه طيب الحمد لله وحضرتك طيب ربنا يخليك. الف مبروك والبرنامج بيهنئك طبعا على توليك منصب المدير الفني بنادي ابو السعود، وان شاء الله باذن الله نتائج متقدمه وان شاء الله وايجابيه بالنسبه لجهازك الفني. ربنا يكرمك يا كابتن احمد وبنشكر حضرتك على الاستضافه وعلى المتابعه الجميله والقسم الثالث اللي بتخلي تحت الانظار زي ما بيقولوا، وبنشكرك طبعا على مجهودك خلال الفترات اللي فاتت دي كلها، ونتمنى ان شاء الله احنا نكون محقق نتائج كويسه ونرفع بيها نادي الشباب السعودي لمكانه يعني. اكيد طبعا ربنا يخليك كابتن احمد وربنا يوفقك كابتن تامر، لان انت من المدربين الاكفاء المميزين بالفعل في طبعا في المجال، وان شاء الله باذن الله برضه هنتابع تقارير خاصه بنادي ابو السعود تحت قياده الكابتن تامر عبد النبي قريبا باذن الله. نشكر حضرتك يا كابتن، ربنا يكرمك ان شاء الله، وان شاء الله يبقى عند حسن ظن من اداره المركز، وان شاء الله الفتره اللي جايه نحسن نتائجنا ان شاء الله باذن الله. وبنكرر الشكر لنا وتهنئتنا بالنسبه للكابتن تامر، شكرا جزيلا كابتن تامر. طبعا قبل ما نختم بقى حابب توجه شكر لمين يا كابتن؟ عندي شكر طبعا على الاستضافه الكويسه دي، بوجه شكر لكابتن خليفه، كابتن سيد، كابتن عاطف، بوجه الشكر طبعا للاعبين اللي معايا في الاكاديميه، بوجه الشكر طبعا لاهل بلدي، بوجه الشكر للناس كلها، وبوجه الشكر طبعا خاص لحمزه وعامر، وان شاء الله باذن الله قريب نشوفهم في حته كويسه جدا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. طبعا في ختام هذه الفقره بحب اشكر ضيوفي الكرام طبعا، وانتظرونا ان شاء الله باذن الله من تقارير جيده عن الاكاديميات براعم وناشئين نادي السلوم بقياده الكابتن خليفه اسماعيل المشرف العام، والكابتن سيد عابدين طبعا المشرف على قطاع البراعم وبالاخص الاكاديميات. هنطلع لفاصل ونستقبل ضيوفنا الكرام. ورجعنا لكم تاني طبعا، ينضم الي في هذه الفقره الاستاذ اسماعيل فرح المشرف العام بشركه بكا للمقاولات، وطبعا احد المهتمين وصديق دائم لبرنامج ملاعب بلدنا على مدار السبع سنوات الماضيه. اهلا وسهلا اهلا بك، منورنا. انا سعيد جدا عندما اتجدد معك اللقاء والله، يعني من اول حلقه طبعا اكيد شغال معانا وبمجهوداتك، وصراحه يعني ثنائك الدائم للبرنامج بنكرر طبعا تشرفنا ليك كابتن. انا سعيد بك جدا الله يخليك. ومعنا طبعا اللاعب الجميل اللاعب اسلام اسماعيل احد لاعبي المواليد 2003 بنادي تليفونات بني سويف، وهو من الركائز الاساسيه بالقطاع وبخاص الفريق، وان شاء الله باذن الله ينضم قريبا للفريق الاول. اهلا اسلام. اهلا وسهلا حضرتك كابتن، عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله تمام، كل سنه طيب. الحمد لله حضرتك طيب. عايز اتكلم في البدايه كده عن رحله اسلام طبعا والكفاح الدائم للإسلام طبعا وإصراره على اجتهاده وعلى على وصوله لهدف إن شاء الله بإذن الله يكون يتحقق لي بإذن الله في القادم إن شاء الله بإذن الله. يعني الرحلة أستاذ إسماعيل رحلة طويلة أكيد طبعا، بدأت طبعا من مركز الشباب القطامية إلى الأكاديميات، أكاديمية الموهوبين كابتن جمال عبد الحميد، أكاديمية طلائع الجيش كابتن أحمد أمين، ثم المرحله اللي هي كانت اساسيه في المشوار كان نادي الاسيوط سبورت طبعا فتره اربع سنوات، وبعدين نادي بيراميدز السنه، ثم الانتقال الى النادي الزرقاء ونادي النصر للتعدين، واخيرا نادي تليفونات بني سويف في قطاع الناشئين 2003 تمام.
اسلام، بما ان يعني السيره الذاتيه بسم الله ما شاء الله، يعني مدرسه الزمالك جمال عبد الحميد، كابتن جمال عبد الحميد، وطبعا كابتن احمد امين، الاهلي برضو بقياده الكابتن احمد امين، الكابتن احمد امين طبعا طلع الجيش، والنادي برضو فتره طبعا. دي برضو رحله كويسه وسيره ذاتيه عطره بالنسبه للاعب كره القدم. انت هدفك القادم ان شاء الله ايه؟ والله الواحد طموحه ان هو اولا مع الفريق الاول يبدا ياخد، عايزين بس نبدا ناخد فرصه، تمام، يعني نبدا يعني يدونا الثقه شويه في نفسنا عشان نبدا نركز فوق، عشان نشيل في الاول في الاخر اسم مصر، نوصل لمنتخب مصر. كل دي طموحات مش انا لوحدي بس، كلنا عايزين نوصل لنفس المكان وكلنا بنسعى لده، احنا كلنا بنسعى لده، ما حدش فينا بيقصر، حتى اللي بينزل الملعب ما بيبخلش بنقطه عرق على الفرقه. يعني مفيش تقصير من معظم اللعيبه، وان كان بس سوء حظ، زي مثلا مباراه النهارده كان عندنا ماتش قوي جدا مع فرقه اسوان على ملعبها، طبعا فرقه محترمه، تمام، قدمنا ماتش كويس جدا، اللعيبه ما قصرتش، تمام، يعني الماتش 90 دقيقه كان الماتش انتهى 2-0 لفرقه اسوان. انت حضرت الماتش؟ انا حضرت الماتش من اوله طبعا اكيد، بس الماتش بصراحه يعني لا الماتش يعني لعبوا النهارده لعبوا يعني كان يبقى واحد كويس. والجنين جم يعني لا مش ممكن، سوء حظ فعلا. الماتش كويس ماشي برتم كويس، اللعيبه كويسه ماسكه حيلها في الملعب، لا ما شاء الله النهارده كان. وطبعا انا بعذر الكابتن اشرف عطيه يعني الله يكون في عونه، كان نفسه يفوز وكده يعني، ولكن ما فيش حظ ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. اسلام هدفك في الفتره اللي جايه؟ اسلام احنا باصين بس على الفريق الاول يعني ان شاء الله الواحد بيسعى لده، عشان لما الواحد يوصل للفريق الاول يبدا بقى يخش في حته بقى منتخب مصر، اكيد مدير فني الاجواء بقى، شايف بعض اللاعبين مميزين، اهتمامات، هناخد شغل كويس، الحمد لله سي في محترم، الواحد يبدا يوصل بيه لاماكن كويسه ثانيه بعدين، وان شاء الله لمنتخب مصر برضه ان شاء الله. ربنا يوفقك يا اسلام ويوفقك حاجه كبيره باذن الله. الاستاذ اسماعيل انت محضر لنا بقى كلام كتير، اكيد كلام مضمونه مضمون ويتضمن في ان طبعا اكيد انت من الرعاء الطيبين جدا، ودايما عندك البرنامج ما شاء الله في تقدم كل يوم عن التاني، وانت دايما من المساندين طبعا اكيد لاسلام، ولكن طبعا دايره الناشئين في مصر كلها بشوفها ظلم كبير قوي، ان في لعيبه بتبقى لعيبه كويسه ولكن ممكن يكون في سوء حظ ممكن يكون. فانا رجاء يعني انت طبعا اكيد من المساندين لقطاع الناشئين على مستوى مصر، وانا بعترف لان انا موجود معاك دايما في سبع سنين تقريبا، فانت دايما مساند لكل الاولاد دولت، وفي ناس بيجي لها احباط والناس بيجي لها نفسيتها بتبقى سيئه جدا ومنهم اسلام، ولكن طبعا مش كل الناس زيي اكيد طبعا، انا بساند اسلام بطريقه لا صراحه يعني بطريقه كبيره قويه يعني جدا يعني السنه دي ما كانش عايز يلعب، فطبعا كلمت حضرتك فانت قلت لي لا يجي، وبرضه فضلت وراه لحد ما يعني بقى سبب وجوده الحمد لله النهارده، يعني النهارده لعب ماتش كويس جدا بسم الله ما شاء الله، ماتش كويس جدا مع ان الكابتن اشرف كان زعلان منه، ولكن برضه النهارده يعني ان شاء الله يعني انا بصيت عليه وكان نفسي اشوفه بقى عشان ايه كل يوم يجي يشتكي، فالنهارده لا قلت لا بقى خلاص كابتن اشرف يعني بيطلع الكره في، قلت له لا هو مزنوق النهارده لا كابتن اشرف مدربين الجمال كويسين. فطبعا انت طبعا اكيد من الدعائم اللي دايما من بتساند قطاع الناشئين بقدر كبير جدا والله، وانا شيء بعترف به رسمي على البرنامج دلوقتي، والبرنامج بتاعك دايما بيطلع ناس كويسه ودايما بتنظر للناس كويسه وبتساندها، وان شاء الله باذن الله اتمنى ان الناس تبص للناشئين شويه في مصر، لان في ناس اتعدمت كتير قوي، وده كان معاه زمايله كانوا في بيراميدز، خد يعني كان تقريبا 40 لعيب، يعني بيراميدز برضه فرقه برضه كويسه يا كابتن، واستفاد برضه اكيد هو استفاد بس لا فترة خد فتره صعبه جدا في بيراميدز، وبرضه ما كانش بيلعب وكان في ناس بتاخد مكانه، لكن الصبر برضه صبر في جلد، وكان بيسافر المنتجع بني سويف وخمس ايام تقريبا وست يعني الاسبوع كله سفر، وكان بيكافح، وان شاء الله اتمنى يعني انا امنيه حياتي ان انا امنيه حياتي ان ابني يوصل
وعن طريق حضرتك ومسندتك والدعم الكبير اللي انت بتدعمه لينا والله. ربنا يوفقه كده ولو حاجه كويسه ان شاء الله يا رب. اللهم امين جميعا يا رب. اللهم امين. الاسلام يعني برضو انت انت لو زي كده اقول اسلام هو اهلاوي وانا زملكاوي. ليه كده اسلام كنا كويسين يعني زملكاوي بقى وكده. انا انا قلت للزمالك لما حسام حسن وابراهيم حسن راحوا الزمالك فانا بحب انت ماشي على حسام حسن وابراهيم حسن في كل حاجه انا بحبهم. لا 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 ان كانوا لاعبين او مدربين ربنا يوفقهم كده ان شاء الله باذن الله. بس برضه يعني الدفعه العصبيه برضه ما زالت موجوده بعد ما كانت في اللعيبه بقى في المدرب دلوقتي طبعا. موجوده وليها نتيجه ولا مالهاش نتيجه؟ الدفعه العصبيه لا هو ممكن في بعض الاحيان بتبقى لها نتيجه ف وفي بعض الاحيان برضه ان يعني انا النهارده كان في الكابتن اشرف بس الكابتن اشرف مساحه الماتش وهو يعني رايح جاي رايح جاي والكابتن بتاع النادي اسوان يعني كان فيه هدوء شويه فعلا بس طبعا الفريق محتاج برضه زقه اكيد طبعا الاولاد محتاجين ده. طب ما هو حسام حسن عصبي جدا على اللعيبه على اللعيبه ودوره بيبقى واضح في الملعب لان حسام حسن من الناس اللي عندها الحماس وعندها القوه الذهنيه والفكريه ودايما هو اللي فكره بيكون موجود في الملعب اكيد طبعا اكيد طبعا فاكيد دي لها دور واكيد لها دور تمام يعني. طيب اخيرا كده توجه كلمه الاسلام كده على الهواء كده انا هواجه كلمه الاسلام هقول له يا اسلام لازم تركز في النجيله تمام لو انت عندك هدف ان انت تبقى لعيب كوره فلازم يكون الاخلاق اولا تمام الاخلاق قبل الكوره صح لان اللي قاعد الكابتن اللي بيبقى قاعد بيشوفك انت اخلاقيا ولو انت اخلاقيا كويس وناقصك حاجه هو هيساندك فانا بقول يا اسلام يا ابني دايما اخلاقك في الملعب مع المدرب بتاعك مع زمايلك مع حامل الرايه مع الحكم مع دخلتك في الملعب مع اللاعبين الاخرين مع اللاعبين الاخرين فلازم تكون كويس وتلتزم النجيله لان انت ده طريقك انت بقالك تقريبا 10 سنين في المجال ده فاتمنى ان انت يا ابني تكون حاجه ونفسي تكون حاجه وكل اللي عندهم اولاد زي اسلام يشوفوا اولادهم حاجه كبيره قوي قوي يعني وشوفوه في المنتخب يا رب ان شاء الله يا رب يكون يا رب يا رب واتمنى ان انت مساندتك كبيره جدا لينا انت اخ وصديق طبعا من غير اي حاجه جميل جدا والله حابب بقى توجه شكر خاص لمين بقى؟ شكر خاص اولا لوالدي اكيد طبعا ده والدي تشكر كمان ده العالم ما يثبت الكابتن والدي ووالدتي طبعا وجيراني واهلي وشكر خاص والدته كانت بتيجي بالليل يا كابتن احمد كان بيجي الفجر وتغسل له الهدوم واللبس والله تغسل بالليل والسندوتشات الفجر وبعدين رايح ساعه وبعدين لا لا ده دور كبير جدا شكر خاص برضو لزمايلي محمد جمال بتاع حلوان كان برضو فترة أكبر داعم ليا تمام وأحمد جمعة وائل جمعة وهشام محمد تمام كل دول زمايلي إسلام حنفي إسلام أحمد محمد عزت الناس دي محمد عزت كل الناس دي بصراحة كانت فترة داعم ليا إضافة دعم وإضافة ليا كبيرة وتشرفت بمعرفتهم يعني وإن شاء الله وطبعا شكر كبير لحضرتك حبيبي على استضافتك الجميلة ربنا يقويك ويكرمك يا لو حاجة كبيرة إن شاء الله ختاما بقى شكر خاص لمين ده طبعا أولا وأخيرا طبعا أنا بشكرك جدا حبيبي الله على الدعم الدائم دايما ودايما لما بتجدد معاك اللقاء وخاصة في البرنامج بكون سعيد جدا إن شاء الله بإذن الله وطبعا بشكر الكابتن أشرف عطية طبعا أكيد إن هو بيدرب إسلام النهاردة وبرضه عندنا الكابتن محمود حنفي وعندنا الكابتن هاني القراش ليه دور كبير برضه والكابتن امين جمال ويعني كباتن كتيره قوي كابتن احمد امين مميزين فعلا طبعا كابتن امين جمال طبعا بيساندنا تليفونيا في كل حاجه والكابتن هاني القراش طبعا طبعا اكيد انت عارف حضرتك والكابتن محمود حنفي طبعا طبعا اكيد طبعا دايما واحنا طبعا بشكرك طبعا ربنا يخليك يا كابتن انا سعيد جدا والله انت المدربين اللي انت يعني بشكرهم برضو البرنامج بيشكرهم أكيد ربنا يوفق ان شاء الله باذن الله في ختام هذه على الفقره بحب اشكر ضيفي الكرام الاستاذ اسماعيل فرح المشرف العام بشركه بكه للمقاولات
شكرا جزيلا. تفضل. بشكر كل عائلة فرح على 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 الشاشة. واحدة بشكر طبعا كل عائلة فرح بتساند اسلام اسماعيل فرح وبتساند اسماعيل محمد فرح ودايما يتمنوا ان نشوف اسلام كابتن كبير إن شاء الله ويشرف عائلة فرح كلها ان شاء الله. وبشكر طبعا اللاعب الجميل اللاعب اسلام اسماعيل فرح طبعا من اللاعبين المميزين داخل قطاع الناشئين بنادي تليفونات بني سويف. هنطلع للفاصل ونسابق ضيفنا الكرام. ورجعنا لكم طبعا في الفقرة الثالثة والفقرة الأخيرة فقرة مواهب على الطريق من برنامج ملاعب بلدنا. انضم إلي الكابتن مصطفى كهربا راعي اللاعبين الموهوبين المميزين داخل القطاعات الناشئين بناديين الجنوب سيناء ونادي تليفونات بني سويف. اهلا وسهلا كابتن مصطفى. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. الحمد لله بخير ربنا يخليك. ومعايا طبعا اللاعبين المميزين اللاعب علام احمد محمد علام. اخبارك علام؟ الحمد لله كابتن حبيبي الحمد لله. واللاعب المميز اللاعب احمد صلاح صالح. اخبارك يا ابو حميد؟ كله تمام يا ابو حميد؟ تمام يا كابتن حبيبي احمد. واللاعب طبعا محمد محمود علي. مويه كام محمد؟ فوق 12. فوق 12 يا محمد. واللاعب طبعا محمد شريف. مويه كام محمد شريف؟ الحمد لله 2009. 2009 ماشي. واللاعب احمد عبد الرحيم. مويه كام يا احمد؟ 2010. عامل ايه يا ابو حميد؟ تمام كله تمام؟ تمام الحمد لله. كابتن مصطفى طبعا في مباراه في غايه الاهميه ان شاء الله بكره كونك كمدير فني لفريق ال 2007 بنادي طبعا تليفونات بني سويف. مباراه نجمه سيناء بكره ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. جاهزين لهذه المباراه؟ جاهزين جدا من اسبوع. تمام انا وكابتن محمد طبعا. تمام كابتن محمد رمضان طبعا. طبعا كل التحيه ليه طبعا. رقم واحد في الجهاز. تمام تمام مع كابتن احمد شاوي طبعا. لا جاهزين لها بكره. مباراه مهمه جدا بالنسبه لنا. تمام. جدا جدا كمان بالنسبه لنا يعني ان شاء الله ان شاء الله تعالى ما فيش غير 3 بونت ناخد باذن الله. ربنا يوفقك كده انتم حققين نتائج كويسه وربنا يكرمكم ان شاء الله. كابتن مصطفى كابتن مصطفى يعني عايز اتكلم عن احوال القطاع والتدريبات والشغل ونتائج برضو بعض الفرق يعني ابرز اللاعبين الموجودين داخل القطاع. لا هو القطاع سواء في تليفونات بني سويف او في جنوب سيناء لا قطاع على اعلى مستوى طبعا بقياده حضرتك طبعا والاجهزه الفنيه اللي كلهم اللي موجوده مع اللعيبه المميزه كلها الموجودين سواء في الجنوب او في التليفونات. تمام لا بنشتغل شغل بما يرضي الله بصراحه بنتقل جدا في لعيبتنا. وانا قلتها كذا مره لحضرتك احنا بنستمد الحب والتسامح وقوتنا من حضرتك لانك انت بتدينا الحته دي كويس جدا. تمام عندنا لعيبه كتير جدا على رادار أندية كبيرة بتتفرج عليها وإن شاء الله تعالى بإذن الله الفترة اللي جاية هيبقى فيها أخبار حلوة جدا 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 للعيبة سواء في جنوب سيناء. في تريكا في جنوب سيناء 2007 لعيب جامد جدا المهاجم. تمام عند آدم باك ليفت في جنوب سيناء. تمام لو هتكلم بقى على فرقتي أنا عندي علي غراب. تمام لعيب بلي ميكر جامد جدا. تمام عندي كريم الغزالي 2008 انا مصعده من 2008 معايا 2007 مهاجم حلو قوي. محمد خيري برضه. محمد خيري 2008 لعيب كبير صعب برضه 2007 انت مصعده. حضرتك شفته قبل كده حاجه. تمام. عندي لعيبه كبيره جدا والتليفونات بتضم فعلا لعيبه كبيره جدا وانا مصمم ان نادي التليفونات بني سويف تجهيز السنه دي ان شاء الله. تجهيز انا كمان مصمم نادي تليفونات بني سويف لا يقل حاجه عن انديه الدوري الممتاز. هو فريق كبير وعريق يعني ليه تاريخ. تمام معانا الكابتن احمد عبد السلام العربي المراسل المتميز والمتميز المميز والمتميز لبرنامج ملاعب بلدنا عن محافظتي الدقهليه ودمياط. اهلا وسهلا كابتن احمد. اهلا بك يا كابتن احمد منور الدنيا انت والساده الضيوف والساده المشاهدين وكل عام وحضرتك بخير. وانت بالصحه والسلامه يا كوتش. ما هو الجديد لديك من احداث ونتائج وتقارير؟ كل ما هو جديد لدينا يا كابتن احمد على طول نذهب سريعا الى دوري الممتاز به. في الجوله الاخيره تعادل سلبي بين بايونيرز والمنصوره. تمام. وقدر فريق مركز شباب تلا ان يتقدم على فريق بني عبيد بهدفين مقابل هدف. ونبروه على ارضه وسط جمهوره فاز بهدفين على الصاعد حديثا فريق الازازين. وكفر الشيخ تعادل ايجابي بهدف لكل فريق مع عمليه كفر الزيات. وفوز بالاس الفوز الاول على صيد المحله. كده كابتن احمد هيبقى الترتيب معانا. اتفضل. يتصدر كفر الشيخ دوري الممتاز به يليه المنصوره وبرصيد يا كابتن
كفر الشيخ بالوسيط كام يا كابتن احمد؟ 5 نقاط يا كابتن، والمنصوره 5 نقاط، وبايونيرز 5 نقاط. تمام يا كابتن. ويتزايل الدوري الشباب 3. اما في دوري القسم الثالث دائما وابدا في محافظه الدقاليه او المجموعه التاسعه بتكون مجموعه ناريه كابتن احمد زي ما تعودنا دايما. فريق ميجا سبورت يفوز على فريق السيرو بهدفين دون رد، ومينية سمنود يتعادل ايجابيا مع الزرقاء، وراس البر يفوز على شباب دمياط بنتيجه 1-0، واجا يفوز على مينية النصر تعادل سلبي بدون اهداف، وفوز شربين على بدواي بنتيجة 3-0، وتعادل إيجابي بهدف لكل فريق بين مياه الدهلية والسنبلاوية. الجولة القادمة كابتن أحمد في في دوري القسم الثالث تقام يوم السبت القادم بالأس سيتي أو ميجا سبورت في مواجهة مياه الدهلية، والزرقاء في مواجهة شربين، وشباب دمياط في مواجهة مركز شباب سمنود، ومنية النصر في مواجهة رأس البر، وبدواي في مواجهة السيرو، والسنبلاوين في مواجهة فرس كور. أما مواجهة ساخنة وطحنة بكرة كابتن أحمد في الممتاز به الجولة الرابعة، لأن كان متوقف لمباريات الكأس، المنصورة في مواجهة مع شباب تلا، وبني عبيد في مواجهة كفر الشيخ، وصيد المحلة في مواجهة بايونيرز، ومليء كفر الزيات في مواجهه نابورو، والازازين في مواجهه بلاد. هذا كل ما لدينا كابتن احمد. شكرا جزيلا كابتن احمد عبد السلام العربي المراسل البرنامج قدام والمتميز. كابتن مصطفى بمختم شويه البرنامج، يعني شكر خاص خارج المجال كابتن توجه لمين؟ لوالدي ووالدتي، المدام عندي، اخواتي كلهم دايما في ظهري، اهلي، بلدي، كلهم ساندني مدعمني في المجال. بقى في المجال طبعا على راس القائمه كلهم، مش عشان حضرتك قاعد قدامي بس، فعلا انا رقم واحد بشكره حضرتك طبعا، لان حضرتك اب ليا. تمام. كابتن محمد رمضان في الجهاز الفني، كابتن احمد شوي، كابتن ربيع ياسين، كابتن محمد الصيفي، الناس دي كلها لهم فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى. صراحه يعني على المجهود اللي انت عامله. ربنا يخليك يا فندم. ربنا يخليك. احب توجه شكر مين بقى؟ تشكر مين على الله؟ احب اشكر امي وابويا والكابتن محمد رمضان والكابتن احمد شوقي. وانت احمد يا صالح؟ يا صلاح. انا بشكر كابتن احمد عبد العال وكابتن احمد شوقي وكابتن محمد رمضان وكابتن اسامه الشراوي وام وابويا طبعا. وانت يا محمد؟ احب اشكر والدي والدتي وجدتي والكابتن محمد رمضان والكابتن محمود حلمي. وانت يا محمد الشيخ؟ ماشي. احب اشكر والدي والكابتن محمد رمضان والكابتن احمد شوقي. احمد ابراهيم بقى بتشكر مين؟ احب اشكر ربنا وبعدين امي وابويا واخواتي واهل بلدي والكابتن محمد رمضان والكابتن احمد شوقي والكابتن مصطفى. واحنا بنشكرك يا ابو حميد. طبعا في ختام هذه الفقره، فقره مواهب على طريق دوت مواهب، طبعا نادي تليفونات بني سويف، ان شاء الله اللاعبين الصاعدين والمميزين داخل القطاع. وبنشكر طبعا الكابتن مصطفى كهربا على مجهوداته القيمه لفرز وبناء اللاعبين الجيدين. انتظرونا ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعه 10 مساء وبرنامجكم برنامج ملاعب بلدنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.